وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع. أستاذ أكرم، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، أهلا بك، كل سنة وأنت طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ أكرم، الرئيس السيسي في كلمته اليوم أشار إلى أن الآن الحروب الموجودة ليست الحروب التقليدية، ولكن هي الحروب غير النمطية التي تستهدف تدمير الأوطان من الداخل، وأشار إلى أهمية قضية الوعي. رأينا الوعي في فترة ما قبل 73، وعي المصريين بضرورة الوقوف خلف قواته المسلحة حتى يستطيعوا استرداد الأرض وتحقيق النصر على العدو، والآن الرئيس السيسي يشير إلى ضرورة الوعي أيضا بين المصريين وبين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني حتى نستطيع الانتصار في الحروب غير النمطية التي تستهدف الأوطان من الداخل. كيف في رأيك يمكن على ضوء التحديات والمتغيرات التكنولوجية الحديثة أن يكون الوعي لدى المصريين ولدى الشباب على وجه التحديد عاليا في هذه الفترة الزمنية؟ هو طبعا بالحقيقة يعني قضية الوعي، لأنه احنا بنتكلم على 48 سنة على حرب أكتوبر، والحقيقة التجربة والقصة والدروس اللي موجودة في هذه الحرب وهذا الانتصار مهمة جدا، لأن الشعب المصري الحقيقة بطل حقيقي في هذا الأمر. الشعب والجيش حاجة واحدة طبعا، والجيش هو أبناء الشعب المصري. الشعب المصري قدم أبنائه وقدم كمان من قوته واقتسم القوت وضحى بحاجات كتيرة جدا في حياته عشان يدعم المجهود، وهذا ما جعل الرئيس السيسي اليوم يعني ينقل شهادة المشير طنطاوي عندما قال دائما فضل شعب مصر على الجيش أبدا أبدا لا ينسى، كما قال السيسي. بالضبط بالضبط. وكمان حقيقة الشعب المصري مش بس قدم من أبنائه وقدم من الفلوس والتبرعات، وناس كانوا بسطة جدا بيقدموا زي ما احنا بنشوف برضه الحقيقة دلوقتي، لكن كمان قدم الثقة انه بعد هزيمة صعبة وكده تمسك بقياداته وحس انه هو بيدعم هذه الجيش، وبدأ حرب الاستنزاف فورا بعد أيام من هزيمة 5 يونيو. وكمان فكرة الانتصار، المجهود الحربي والتبرعات والثقة، الثقة دي أهم حاجة إنه ما يحصلش شق. والرئيس أشار لبعض النقاط إنه كان في ناس برضو بيحبطوا ويقولوا لا ده مستحيل، ويرددوا الكلام اللي بيقوله العدو، نفس اللي بيحصل النهاردة. بالعكس، موضوع النهاردة أكثر تعقيدا، لأنه وقتها ما كانتش أدوات التواصل الاجتماعي، ما كانش أدوات النشر، ما كانش كل هذه الهجمات والمنصات المختلفة اللي بتصب طوال الوقت حمم من التشكيك والأخبار الملتبسة وتلوين الأخبار، يعني وإشاعة الإحباط ومحطات قضائية ومحللين مزعومين وكلام فارغ كتير وبعض التقارير المزيفة أو المضروبة، يعني كل ده بيحصل النهاردة. فالمواطن هنا قضية الوعي أخطر النهاردة، أخطر لأنه احنا شفنا، لان امامنا تجارب، احنا ما بنقولش انه ده هيحصل، لا ده حاصل قدامنا زي انت شايف تجارب ناس حوالي الدول تفككت، ودولة زي العراق الشقيق، دولة زي سوريا، ليبيا، اليمن، هو ده حصل ايه؟ ما بيحصلش بالسلاح فقط، بيحصل بتفكيك الجبهات الداخلية، ايقاع الفئات المختلفة قبليا وطائفيا ومذهبيا، فتحول شيعة وسنة ومسيحيين ومسلمين وغيره. الحقيقة انه بمصر على مدى العقود حصل التماسك ده وحصلت الثقة دي. فالشعب المصري لما بيثق في حد، او على الاقل بعد الهزيمة وثق في جيشه ووقف وراه وما شككش فيه، وقف مع الدولة وقدم ما يستطيعه من اموال ومن رجال ومن غيره، وفي النهاية ده تم. النهارده مطلوب بدرجة كبيرة التعامل مع مفردات أكثر تعقيدا الحقيقة. الحرب دي فيها السوشيال ميديا، فيها الفضائيات، فيها الصحف، فيها المواقع، فيها تمويل ضخم جدا لعمليات اللجان الإلكترونية، للهاشتاجات اللي بتتعمل بتعامل، لمحاولة التقليل من قيمة أي شيء بيتعمل، محاولة تقليل إحساسه، يعني توصيل احساس بالدونيه، وان احنا ما نقدرش نبقى متقدمين زي بره، وما نقدرش نعمل قوانين زي بره، لا احنا نقدر نعمل ده، بدليل انه خلال 8 سنوات الاخيره حصل انجاز كبير. بيجي التشكيك فين؟ لا لا لا، ده ما حصلش حاجه، ده الناس مش حاسه بالنتائج.
الناس مش حاسه، لانه انت بتتكلم في 24 مليون زادوا خلال هذه الفتره، اكثر من دوله كامله بتزيد. احنا عاوزين نقول انه اللي بيحصل ده مش ممكن ما يبقاش احسن حاجه، لكن العمل مستمر كافه الملفات. عندنا حياه كريمه والريف، عندنا مشروعات، عندنا طرق وكباري، عندنا صناعه، عندنا تجاره، عندنا محاوله لتطوير التعليم بشكل كبير بحيث يبقى عصري ويناسب سوق العمل. التعليم ده والثقافه والسينما والفن والقوى الناعمه مهمه جدا زيها زي الاكل والشرب، لانها هي اللي بتنقي الروح، هي اللي بتظبط بتخلي الناس قادرين على التفكير، التفكير العلمي. لازم العلم يبقى في المقدمه، كل شيء يبقى مخطط ومدروس، ونقدر نقول احنا ممكن ما نبقاش واصلين لافضل حاجه لكننا قطعنا شوط ضخم جدا، وعبرنا في دول كامله تفككت في الوقت اللي احنا تماسك الشعب المصري الحقيقه، رموز حقيقيه في هذا الشعب، تماسك جبهاته، فشلت محاولات التفتيت الطائفي، فشلت محاولات التفتيت المذهبي، فشلت محاولات انتزاع اجزاء عرقيه وغيره. وفي رمزيه عزيمه جدا في حرب 6 اكتوبر، انه مشير حسين طنطاوي احد ابطال اكتوبر، وصول احمد ادريس اللي اخترع شفره الاتصالات، وباقي يوسف القبطي المصري المهندس العظيم اللي ابتكر الخراطيم المياه لاسقاط واذابه الساتر التراب اللي كان يبدو مستحيل، مع المصريين يعني ناس من النوبة وناس من الجنوب وناس من الشمال وناس من الأقباط وناس من المسلمين، محدش بيقول ده ديانته ايه او مذهبه ايه، دول مصريين. الوحدة دي مهمة جدا، وده حصل بعد 25 يناير. يعني ورغم هذا التعدد الذي أشار إليه الرئيس السيسي اليوم، يعني أشار إلى أنه يعني من السنن وجود الاختلاف والتنوع والتعدد، ولكن أشار وقال للمصريين تأكيدا على قضية الوعي، أوعوا أي حد يقول أي كلام يفرق بين المصريين وبعضهم بعض، كلنا واحد. بالضبط، يعني دي نقطة مهمة جدا، التعدد مهم والاختلاف مهم واختلاف وجهات النظر مهم، طرح الأسئلة الصحيحة مهم، الثقافة والفن والحاجات دي مهمة، الاختلاف موجود. يعني وحدة المصريين مش وحدة الثقافة ولا وحدة الفكر، مش كل الناس حاجة واحدة، بالعكس احنا بنتكلم النهارده في استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان، في دعم لفكره تنشيط السياسه والاحزاب، ويبقى فيه وجهات نظر مختلفه. ان السياق احنا ما بنحطش الشروط، ولكن مطلوب قوي ان احنا نبقى متفاهمين ان احنا بنتكلم بناء على وقائع حقيقيه، بناء على معلومات حقيقيه، احنا مش بنخوف او نشكك. اللي بيشكك او بيستخدم معلومات مزيفه ده مش حريه راي، حريه الراي تتعامل مع المعلومات الصحيحه ومع الارقام الصحيحه. والحقيقه في جهات النهارده ومراكز كثيره بتطلع المعلومات وبتنفي الشائعات والحاجات دي، ده كلام مهم وموجود على لازم الحكومه كلها، ولازم الناس موجودين على منصات السوشيال ميديا، وده في خطوات بتحصل، لازم كله يبقى موجود. السيد الرئيس نفسه بيظهر وبيرد على كافه التفاصيل، واضح جدا ويتابع كافه الملفات الخاصه بالراي العام على مواقع التواصل او في الفضائيات، وبيستجيب لحالات وبيطالب المسؤولين ان هم يتحركوا مباشره لحل اي مشكله، بيتابع كافه التفاصيل والاعتراضات، واذا في مشكله بتتعدل واذا في مشكله. فالتنوع هنا ايه؟ تنوع محمود وفي سياق عام موجود في كل دول العالم، التنوع في حكومه وفي معارضه، لكن في النهايه حينما تكون هناك ازمه حقيقيه تواجه الدوله او مرحله انتقاليه صعبه، كل بيتفهم ده ويقدر يمر من هذه المرحله بشكل حقيقي. فده التنوع هنا، اداره التنوع مطلوبه، وحريات الرأي والتعبير مطلوبة في سياق العلم وفي سياق المعلومات الحقيقية وفي سياق ده. ده كلام يبقى مهم جدا، لأنه مرتبط بأنه التشكيك ده حينما نفقد الثقة ببعضنا والناس تخاف من بعضها مذهبيا وعرقيا وطائفيا، تبدأ تتشقق الأمم. الناس اللي بقوا شيعة وسنة أو أقباط ومسيحيين ويزيديين وغيره، كان بيتم قتل الناس بناء على الهوية وبناء على الدين، ده ما حصلش الحمد لله في مصر، بفضل انه القوات المسلحه موجوده ونواه صلبه مع الشعب المصري وبتحميه بدرجه كبيره، وبتقدم دور مزدوج لانها تقدم في مشروعات وغيره، وفي نفس الوقت لا تنسى دورها لان عندنا جيش مراد في ترتيب متقدم جدا في البحر والجو، وعامل وعمل ردع حقيقي وموجود دون اعتداءات، يعني جيش رشيد يحمي ولا يعتدي وغيره، ده كلام مهم. في نفس الوقت الشعب المصري طول عمره بتجارب التاريخ لما بيبقاش موافق على حاجه بيرفضها، لما بيبقى موافق ممكن يبقى عنده وجهات نظر، لكن في النهايه هو بيدعم ده، مفيش حد بيقدر يفرض عليه حاجه، ويمكن رئيس الفتاحي بياكد هذا الكلام اكثر مره. اما بيرفض، واحنا شفناه في 25 يناير، شفناه في 30 يونيو، اما بيقول لا بيقول لا،
حدش بيقدر يردعه او يقمعه او غيره زي ما بعض الناس بيقول. تمام. لكن طيب الحقيقه هو يتحمل مسؤوليه الاصلاح الاقتصادي، وعارف انه هو صح، وعارف انه علاج ضروري، وعارف انه ده يبقى هو بيتحمله، وهو يتفاهم انه للصالح العام ويدعمه ويتحمله ويدفع ثمنه، بس يلاقيه في كورونا مواجهه، في اقتصاد النهارده بينمو، في فرص عمل بتتولد، في اراضي بتتزرع، كل ده كلام مهم جدا فيما يتعلق بالوعي. نعم. طيب أستاذ أكرم، يعني الرئيس السيسي برضو أشار إلى نقطة مهمة في كلمته اليوم، وهي مبادرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكيف كانت له قراءة سابقة لعصرها فيما يتعلق بالسلام مع إسرائيل. إلى أي مدى يعني الرئيس أشار إلى ضرورة تجاوز أدبيات ومفاهيم كانت مستقرة في السابق، ووجه نداء إلى المنطقة إلى حكامها والمسؤولين عن دول المنطقة بضرورة تجاوز هذه الأدبيات والمفاهيم المستقرة؟ في رأيك إلى أي مدى يمكن أن يتقبل الرأي العام العربي والإقليمي هذه الدعوة لتجاوز الأدبيات والمفاهيم المستقرة التي كانت مستقرة في التعاطي مع إسرائيل في العقود السابقة؟ يعني طبعا هو الحقيقة أنه الرئيس السيسي بيشير إلى نقطة مهمة، يعني طبعا زيارة الرئيس السادات للقدس أو اتفاقية السلام مثلت صدمة للكثير من المفاهيم المستقرة في العداء وغيره، ولكن الحقيقة أنه الرئيس السيسي سبق قبل ذلك أنه قال أنه السلام حرب زيها زي الحرب، الحرب مش بالسلاح بس، والصراع مش بالسلاح بس، بالعكس بالعلم وبالتقدم وبالصناعة وبالتجارة وبالتنمية. التنمية دي حرب مهمة جدا، وأنه من المهم أنه في هذه المنطقة ده يبقى موجود وواصل للناس، لأنه ممكن يبقى في بعض الدول العربية اللي كانت بترفض ما فعله الرئيس السادات وقتها، راحت بعد 20 سنة وقعدت في شروط أقل مما كان مطروحا وقتها. الدولة المصرية النهاردة قدمت مبادرات لوقف المواجهة، بتدفع لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين ودولة فلسطينية ومفاوضات السلام. يعني أعتقد أنه الحقوق المهم إعادة واستعادة الحقوق، ومصر نجحت في أنها تستعيد حقوقها، والنهاردة بتعمر سيناء وبتبنيها وبتعمرها بشكل كبير بالشكل اللي يخليها قادرة على البقاء ومجتمعات قابلة للبقاء وتواجه الإرهاب وتواجه غيره. فإحنا بنتكلم على أنه الصراع أو المنافسة العالمية النهاردة في منافسات تجارية، في منافسات صناعية، لكن العلم والتقدم والتنمية هي الاختبار الحقيقي والعبور الحقيقي نحو المستقبل اللي كانت مصر مفترض بعد 73 تتحرك في سياق إعادة بناء، وإنه بعد انتهاء الحروب يبدأ في تنمية وغيره. حصلت تعرجات وغيره، وقعدنا فترات كانت الدنيا التنمية فيها مش مستمرة، مفيش عدالة في توزيع الدخل وفي توزيع عوائد التنمية. النهاردة اللي بيحصل لما بتبقى حياة كريمة أو مبادرات وصحة المصريين، ويبقى في تأمين صحي، ويبقى في صناعة، ويبقى في تعليم جيد، نقدر إن إحنا نخوض منافساتنا، لأن المصالح النهاردة بنشوف الدول الكبرى هناك منافسة شديدة جدا وصراع حقيقي على التجارة الدولية وعلى الصناعة وعلى الاقتصاد وعلى التنمية وعلى ملايين الأطفال اللي بيتولدوا مئات الآلاف سنويا، بيتولدوا محتاجين مدارس وصحة. فإحنا المفهوم الأوسع لده إنه الرئيس بيشير لفكرة إنه معركة التنمية معركة مهمة، ومن المهم إن احنا نركز في ده بشكل كبير وننطلق نحو المستقبل في ده، وفي نفس الوقت لا ننسى الحقوق العربية والحقوق الفلسطينية، ومصر النهاردة تبذل جهد للمصالحة الفلسطينية الداخلية وأيضا لدعم الدولة الفلسطينية وقيامها وغيره. نعم، شكرا لك أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.